وعليكم السلام. واش رايك في مقوله رانا نسمعوا بزاف يقول لك الخير مرا والشر مرا، واش رايك في هذه المقوله؟ نعم كاينه من المقوله هذه، كاينه العقل الخير مرا والشر مرا، كاين المراه اللي تجيب تعمر لك الدار بالخير وتعمر لك في كلش، وكاين المراه اللي رايحه تجرجرك ما تخلي لك بريك كيف يجيبك. المراه لا فام دوزوردوي قد ما تدي لها ما كان والو، بصح دابا بكري لا مسكينه كاع، شويه مطلوع شويه حليب شويه كسره والحمد لله. يعني انت تشوف المراه هي اللي تسقم والمراه هي اللي تهدم. والوقت هذا المراه هي اللي تحكم، الراجل ما كان والو هي. فولكون. وكاين المراه تاع الخير، المراه جره ما تربحش، هذيك جره جراير ما تردي ربي ما تردي روحك، ما طريقة هي هنا بلية 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 بلي كبيرة كاع، فهمتي؟ سيرتو هادو البنات تاع دوكا كاين أغلبية لا بليبار كاع عاملين لولاوي لولاوي كاع ما كان والو. بورسونتاج كبير الشر مرا ماشي خير مرا، باسكو من 2000 يعني قبل العشرية السوداء كنا نشوفوا بنات الله يبارك تشوفهم مربيين مزوجين في ديورهم، رافدين رجالهم ورافدين والدين رجالهم، الحمد لله ما شاء الله من 2000 ورواح ما كانش اختي بنات الله يبارك. جينيراسيون طالعه بلي ريزو سوسيو. سال المرا دوك ما تعرفش دير ما با خبزه، تخزر في التليفون دير لك المقارون عوره تسوى 200000، تخلص 200000 هي دير لك مقارون تاع 200000. بون المقوله هي كيما نقولوا نقدروا نقولوا صحيحه نسبيا، كيما نقولوا المراه هي نصف المجتمع، كما يقولوا غالبا المراه هي المسؤوله على تربيه على التربيه في البيت، وكما يقول الشاعر الام مدرسه ان اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. 50% كاينه منها 50% ما كاينش منها، سا ديبون ليديكاسيون سا ديبون التربيه نتاع الشخص، سواء ذكر ولا الانثى، كاين اللي ربى بنته تخرج خير من الراجل اللي ما رباش وليده، وكاين اللي ما رباهاش تخرج نتاع رانا ناكل ولا ناكلك. دوكم دايرين في بالهم تاع المراه كي تجي عند الراجل ودير تكون اسره، دايره في بالك شغل تاع كي توكل تشرب هي تربيه، نو ماهيش تربيه هذيك رعايه، باسكو الرعايه جهه والتربيه بجهه. كيفاش بنا مالينا ديورهم؟ انت لازم لك دوكا ميكزيجي طونوبيل دار وحدي، انا بدار داري وحدي وقلت لك ري دارك ونروح لعيد الدفله وانا نخدم هنا. دوكا الدار دوكا كانت المراه مسقمه وكانت الاخر في الدار هذيك يربح وحدها، واحد كي يدخل الدار يلقاها مانيش عارف كيفاش، ولا كانت نقول كما يقولوا الاخر هكذايا شويه تولي الامور قاعد تروح له قاعد ما يقبض والو، واش المراه هي الصح؟ صنفي هذا المثل صح، لا نجري من المراه لازم نربوها يعني اساس متين منذ الصغر. طبعا مقوله صحيحه جدا، إذا كانت المرأة ذا خير وذو تربية سليمة هي حتفيد ليس فقط أهل بيتها بل كمان زوجها وأبنائها، فصلاح المرأة هو صلاح المجتمع وفساد المرأة هو أيضا فساد المجتمع بأكمله.